اهلا، اليوم راح نشرح المحاضرة الرابعة من الـ Respiratory Physiology اللي راح احكي بها عن Nerve Supply, Blood Supply, Lung Zones, Perfusions across the alveolar wall والـ Pulmonary Edema. اوكي، اول شيء نبدأ بالـ Nerve Simulation. الـ Nerve Simulation اول شيء هو Sympathetic، مثلا الـ Adrenal Dilation، والـ Parasympathetic مثلا الـ Acetylcholine Constriction. يعني sympathetic راح يصير عندنا dilation، يعني ال vessels راح تكبر، اوكي يعني تكبر الدايامتر مالتها، والconstriction يصغر الدايامتر. فعندنا اول شيء ال cough reflex. ال cough reflex شو يصير بيها؟ اول شيء اللي حيصير انه راح تجي فشي، راح تجي فد stimulus. شو راح يصير هذا stimulus؟ راح يروح الستيمولس يودي لنا سيجنال للافرنت فيجس نيرف. الافرنت فيجس نيرف توصلها للماجولا اللي هي اوتونوميك. ورا ما يصير هذا الشيء راح يصير عندنا رابيد انسبيريشن اوف 2.5 لترز. انسبيريشن يعني راح نستنشق تقريبا لترين ونص من الهواء. فوراها ايش راح يصير؟ الابيغلوريس والفوكال كورز لمده قصيره جدا راح تنسد. من تنسد راح يصعد عندنا البريشر. البريشر راح يصير كلش عالي. فش هيصير وراها؟ راح يصير عندنا contraction، يعني تقلص بالabdominal muscles، ويصير تقلص بالrib muscles. فوراها اللي راح يصير انه الopening الepiglottis والvocal cords فجأة راح تنفتح. فش راح يصير؟ بسبب انه pressure كان كلش عالي، الهواء راح يطلع برا كلش بسرعة، يصير اكو expulsion للair، والvelocity للspeed مالته 400 mile per hour. والتريكيا والبرونكاي هم راح يصير بيها نيرون، يعني راح تظهر على مود يقدر يفوت الهواء بسرعة كلش كبيرة. هسه حنشوفها شوية ويا الصورة على مود نفتهمها أكثر. فهنا عندنا سكشن من التريكيا، دا نشوفها هنا. التريكيا دا نشوف أول شيء عندها ميوكوسا والبيسمنت ميمبرين والسب ميوكوسا. الميوكوسا دا نشوف بيها جابلت سيلز وهاي الكارتليج دا نشوفها همين. الجابلت سيلز أول شيء شبيها بيها كيمو ريسبتورز. هاي الكيمو ريسبتورز مثلا هاي الرابيد اكشن وهاي سلو اكشن. رابيد اكشن راح توصل كلش بسرعه تروح على الفيجس نيرف، والسلو اكشن شويه ابطا. فمن تفوت على الفيجس نيرف ايش حيصير؟ حتودينا وين؟ للماجولا. منطقه معينه بالماجولا اسمها الان تي اس. ولما يصير هذا الشيء راح يفوت على الافرنت نيرف، وبعدين يوصل لنا للافكتور ماسلز. الافكتور ماسلز هي راح تسوي الاكشن. فايش راح يصير؟ اول شيء راح يصير عندنا rapid inspiration، يعني راح نستنشق كمية كلش عالية من الهواء بوقت قليل. وراها راح تنسد الابيغلوريس، راح ينسد الفوكال كورد. فايش راح يصير؟ راح يصير عندنا pressure كلش عالي. من يصير عندنا pressure عالي الابيغلوريس راح يضطر ينفتح هو الفوكال كورد، فكمية كلش عالية من الهواء حتطلع من الجسم. نشوف هنا راح يصير عندنا rapid exhalation. فيعني تقريبا هي هاي ال cough. Nasal reflex is similar except to nasal passages instead of lower airways. اوكي، يقول لنا sneeze reflex تقريبا نفس ال cough reflex بس تصير بال nasal passages. اول شيء ال sneeze reflex تروح على afferent fifth cranial، يعني ممكن ما تروح على vagus nerves. الكيمو ريسبتورز وين تودينها؟ على fifth cranial، وبعدين هم تفوت بالماجولا. بس ايش حيصير؟ عندنا اليوفيلا دا نشوفها هنا التونسلز. عندنا اليوفيلا هاي بالازرق دا نشوفها. ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها ديبرشن، يعني راح تنزل. فايش راح يصير من تنزل اليوفيلا؟ راح يصير عندنا رابيد اكسبولشن اوف اير، يعني الاير بصراحة يطلع من النوز، ويصير عندنا سنيزنج. Pulmonary circulation. Blood supply to the lungs goes to bronchi for nutrition and respiratory units for gaseous exchange. Okay. They يقول لنا الدم مال اللي راح ينطينا اللي يكون supply لللونز للرئتين وين حيروح؟ حيروح للبرونكاي. برونكاي هنا أنا حيتغذى ويروح للrespiratory unit على مود يصير gaseous exchange، تبادل بين الـ O2 والـ CO2. Has higher blood flow than systemic circulation. Okay. يعني الدم اللي يوصل للرئتين أعلى من الدم، يعني كميته أعلى من الدم اللي يوصل للتيشوز اللي بالبادي. When O2 concentration drops to 70%, pulmonary blood vessels constrict, and this is important to shift the blood to more aerated areas. Okay.
يقول لنا إذا concentration يعني levels أو مستوى مال الـ O2 بالدم بالرئتين قل للـ70 إيش حيصير؟ الـ blood vessels اللي نلقاها بالرئتين حتتقلص، ومن تتقلص الدم حيروح للمكانات اللي بيها air أكثر. Okay. The right atrial pressure is 25 millimeters of mercury systolic and 0 millimeters of mercury diastolic. Okay. They قال لنا الضغط اللي موجود بالright atrium is systolic 25 with diastolic 0. Pulmonary artery pressure is 25 millimeters of mercury systolic and 8 millimeters of mercury diastolic. The mean arterial pressure equals 15 millimeters of mercury. Okay. They قال لنا الضغط من pulmonary arteries يعني arteries اللي نلقاها باللونز يكون 25 systolic. وقلنا اللونز تنقسم عندنا 3 zones. الزون الأول اللي هو اللي فوق no blood flow during all portions of the cardiac cycle. شنو يعني؟ معناته بأي وقت بالcardiac cycle ما رح يوصل لدم. ليش؟ لأنه pressure مالت الالفيولس يكون أعلى من pressure مالت الأري ويكون أعلى من pressure مالت الفين، فنان البلد ما راح يقدر يتحرك. الزون الثاني اللي هو intermittent blood flow only during the pulmonary arterial pressure peaks because the systolic pressure is greater than the alveolar air pressure but the diastolic pressure is lesser than the alveolar air pressure. Okay. دي قال لنا بالزون الثاني pressure مالت الأري يكون أعلى شيء، والpressure مالت الأري يكون أعلى من pressure مالت الألفيولس، بس يكون pressure مالت الفين أقل من pressure مالت الألفيولس، فهنا الدم حيتحرك فقط من pulmonary arterial pressure يصير بي peak. وآخر شيء الزون الثالث be continuous blood flow because the alveolar capillary pressure remains greater than the alveolar air pressure during the entire cardiac cycle. Okay. بالزون الثالث الـ arterial pressure يكون أعلى من الـ vein pressure ويكون أعلى، والـ vein pressure هم يكون أعلى من الـ arterial pressure، فهنا أنا راح نقدر الدم يكون continuous blood flow يتحرك بأي وقت بالـ cardiac cycle. Normally the lungs only have zone 2 and 3 blood flow. قلنا بالعادة الـ zone 1 ما راح يكون بيها blood flow، ما راح يتحرك بيها الدم. Zone 2 intermittent يعني مو دائما يتحرك بها الدم بالapices and zone 3 continuous flow in all the lower areas. When a person is in upright position يعني كلش مهم انه عندنا الانسان لازم upright position يعني lungs upright لازم مثل القاعد او الواقف مو منطول مثلا يصير position مو upright. When a person is lying down يعني منطول blood flow in a paranormal person is entirely zone 3 flow including the lung apices. يقول لنا من المطل الزون 1 والزون 2 كلها راح يصير بها زون 3 flow يعني راح يبقى continuous blood flow حتى لي فوق باللونز. Okay, zone 1 blood flow occurs only under abnormal conditions. They يقول zone 1 blood flow ممكن يكون بالدم، وهاي الشيء يصير فقط ببعض الأسباب اللي تكون مو طبيعية. 1. If an upright position is breathing against a positive air pressure, so the intraalveolar air pressure is at least 10 millimeters of mercury greater than normal, but the pulmonary systolic blood pressure is normal. Okay, they go in and الإنسان هو upright يعني قاعد، ومن ده يتنفس اكو positive air pressure يعني air pressure عالي، فإذا air pressure كلش عالي يعني راح يقدر يصير اكو blood flow حتى لفوق باللونز. Okay, الحالة الثانية an upright position where the pulmonary systolic arterial pressure is exceedingly low as might occur after severe blood loss. Okay, they قال لنا إذا صار عندنا فقدان كلش عالي من الدم السيستوليك arterial pressure راح يكون كلش ناصي، فش راح يصير؟ راح يصير عندنا blood flow بالزون 1 يعني بالأماكن عالية بالرئتين. During exercise the pulmonary vascular pressure rises enough to convert the lung apices from a zone 2 pattern into a zone 3 pattern of flow. Okay, they go lungs in منطقة بالنص بالexercise يعني من نسوي رياضة الvascular pressure توصل يعني راح تصعد فراح يصير بها continuous blood flow zone 3 pattern مالتي blood flow. Perfusion matching. The adult lung has about 300 million alveoli. Each alveolus is surrounded by a capillary mesh. Okay. يقول لنا كل إنسان عنده تقريباً 300 مليون alveoli، وهاي الالفيولاي دائماً دائرها نلقى شنو؟ نلقى capillary.
Gas exchange is optimal in alveoli where ventilation is closely matched to blood flow or perfusion. Okay. They يقول إن تبادل الغاز اللي هو O2 والCO2 يكون أحسن شيء يعني يكون optimal من ال ventilation بيصير بي matching ويا ال perfusion. ال ventilation قلنا عليه هو تبادل الغاز يعني حركة مالت بالالفيولس وال blood flow اللي هي حركة الدم للالفيولس. Okay, well, more specifically, gas exchange is optimal in alveoli where the fraction of alveolar ventilation is matched to the fraction of cardiac output perfusing that alveolus. Okay, they يقول إن الغاز exchange تبادل الهواء يكون أحسن شيء من كمية أو الفراكشن مالت الالفيولار ventilation تكون matched يعني قريبة على الكارديك output يعني كمية الدم اللي يوصل للالفيولس. The, for the whole lung, an ideal ventilation to perfusion ratio is between 0.8 to 1. However, with 300 million alveoli, it is unlikely that ventilation will be precisely matched to perfusion in each alveolus. They يقول لنا بما أنه عندنا عدد كلش كبير من الالفيولاي بالرئتين فيعني بصعوبة كلش انه ال ventilation وال perfusion راح يكون بالضبط بين 0.8 وال 0.1 بكل alveolus. اوكي فهسه راح نشوف الجسم شلون يقدر يسوي regulation لل perfusion و ventilation ratio. اوكي فاول شي نعطي مثال انه هذا نشوف انه ال ventilation عالي. هاي الفنتيليشن هنا عالي. لما الفنتيليشن عالي يكون معناته التبادل مال الغازز دي يصير بطريقة صح. عندنا هواي concentration مال CO2 دي يطلع من الالفيولس و O2 هواي دي يطب الالفيولس. فش حيصير عندنا البريشر مالت ال O2 داخل الالفيولس حيصير كلش عالي والبريشر مالت ال CO2 داخل الالفيولس حيصير ناقصي. اوكي فإذا الالفيولر ventilation زاد عندنا ايش حيصير؟ البرفيوجن لازم هم يزيد على مود نقدر نحافظ على هاي الريشيو مالت ال 0.8. فشلون راح نزيد البرفيوجن؟ راح يزيد البرفيوجن انه الكابيلريز راح يصير بيها expansion يعني راح الكابيلريز الدايامتر مالتها حيزيد. فمن يزيد اكو يعني بلاد هواي يقدر يفوت يقدر يصير هواي تبادل ماتيريال البرفيوجن حيزيد. فهنا إذا زاد الـ ventilation الـ perfusion حيزيد شلون؟ الـ blood vessel راح يصير بها dilation. أوكي هنا نشوف إنه الـ ventilation دي يقل. شلون دي يقل الـ ventilation؟ الـ O2 ما عندنا هواي دي يدخل داخل الـ alveolus والـ CO2 كمية قليلة دا تطلع. فش حيصير الـ concentration مالت الـ CO2 داخل الـ alveolus حتصير عالية وال concentration مالت ال O2 داخل الالفيولس حتصير ناصية. فش حيصير هنا مع طول ال ventilation عندنا ناصية perfusion لازم هم يقل. شلون؟ راح نسوي constriction لل blood vessel يعني capillary راح يصغر الدايامتر راح يصغر القطر مالتها على مود يقل ال perfusion. اوكي هنا دنشوف هنا انه ال perfusion عندنا عالي كمية عالية من ال CO2 دا تطلع من ال الكابيلري وبعدين تطلع من الالفيولس وكمية عالية من الـ O2 دا تدخل داخل الكابيلري. فإنا ايش حنسوي على مود ما لأنه البرفيوجن زاد الفنتيليشن هم لازم يزيد. شلون راح نسوي هذا الشي؟ راح يصير اكو ديليشن بالالفيولس معناته الالفيولس الدايامتر مالته حيزيد على مود يقدر يفوت اكثر غازز بيها. اوكي واخر شي عندنا انه البرفيوجن دا يقل كمية قليلة من الـ O2 دا تدخل داخل الـ blood vessel وكمية قليلة من الـ CO2 دا تطلع من الـ capillary. فش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا constriction بالـ alveolus. من يصير اكو constriction بالـ alveolus حيقل عندنا الـ ventilation على مود لأنه الـ perfusion قل فالـ ventilation هم راح يقل. Perfusion across capillaries. Capillary pressure equals 7 millimeters of mercury while it is 17 in general circulation. Okay. They يقول لنا بالكابيلريز البريشر اللي نلقاه هو 7 millimeters of mercury. بس بباقي الأماكن يعني بالجنرال سيركيليشن البريشر يكون 17 يعني 17. بلازما كولويد بريشر equals 28 milliliters of mercury. Okay, بالبلازما مالت الكابيلريز البريشر الأوزموتيك بريشر يكون negative 28.
interstitial colloid is 14. Okay, يعني no interstitially the pressure يكون 14 وال negative interstitial pressure equals negative 8 millimeters of mercury. فده يقول لنا total equals 29. So 29 minus 28 equals 1 millimeter of mercury, which is removed by lymphatics and evaporation. Okay. إذا نجمعهن ال 7 وال 8 وال 14 راح يصير 20. راح يصير 29. Okay. ف 29 minus 28 يصير عندنا net pressure 1. هاي ال 1 شلون راح نتخلص منها مالت pressure؟ احنا لازم عندنا 0، راح نتخلص منها عبر ال evaporation وعبر ال lymphatic pump. Okay, pulmonary edema is the accumulation of fluid in interstitial space of the lungs or in the airspace. يعني معناته يصير عندنا تراكم مالت ال fluid وين يصير؟ بالرئتين. بالمكان اللي مفروض يكون بهواء يعني بالالفيولوس أو بالinterstitial spaces. Any factors that cause the pulmonary interstitial fluid to pressure to rise from the negative range into the positive range will cause sudden filling of the pulmonary interstitial spaces and alveoli with large amounts of free fluid. Okay, they يقول لنا إذا صار إن شاء الله والpressure مالت الinterstitial fluid اللي بالرئتين زادت ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا sudden filling، يعني ال interstitial spaces والalveoli راح تنملي، ايش يدخل بيها؟ راح يدخل بيها fluid، وهذا الشيء نسميه pulmonary edema. The most common causes of pulmonary edema are left-sided heart failure or mitral valve disease with consequent increase in venous pressure and engorgement of pulmonary capillaries. The resultant rise in the capillary pressure above its very normal, very low value leads to increased filtration fluid out of the capillaries into interstitial fluid. Okay. They يقول لنا بالleft side heart failure أو بالmitral valve disease شرح يصير عندنا ال pressure اللي يكون بالveins راح يزيد كلش فشرح يصير ال pulmonary capillaries يصير بها engorgement راح تنملي. من يزيد هذا ال pressure ال ايش راح يصير؟ راح يضطر الفلويد يدخل وين؟ يطلع من الكابيلريز ويدخل بالانترستيشال فلويد، فراح يسبب لنا pulmonary edema. والسبب الثاني هو damage to the pulmonary capillary membrane caused by infection such as pneumonia or by breathing noxious substance such as chlorine or SO2 gas. These gases cause rapid leakage of the plasma proteins and fluid out of the capillaries. Okay. They يقول لنا إذا صار لكم خلل بالmembrane مالت الكابيلري أو بسبب بعض الانفكشنز أو إذا واحد استنشق مواد سامة مثلا الكلورين أو مثلا السلفر دايوكسيد إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا leakage مالت البلازما بروتينز والفلويد راح يطلع من الكابيلريز وين يدخل لنا؟ راح يدخل لنا بالانترستيشال سبيس مال اللنجز وراح يسبب لنا pulmonary edema. Pulmonary edema safety factors. These factors must be overcome to induce pulmonary edema. The normal negativity of interstitial fluid pressure. Okay, they قلنا لنا على مود يصير عندنا pulmonary edema لازم نتغلب على بعض الأشياء. أول شيء قلنا ال interstitial fluid pressure يكون negative. يعني الضغط بال interstitial fluid يكون negative. إذا صار positive ممكن يسبب لنا pulmonary edema. اوكي السبب الثاني اللي لازم الشيء الثاني اللي لازم نتغلبه هو lymphatic pumping out fluid of the interstitial space. اوكي قلنا احنا ايش قلنا؟ قلنا انه lymphatics راح تطلع لنا هذا الفلويد من الانترستيشال سبيس على مود ترجعه للهوميوستاسيس. فايش راح يصير اذا lymphatics ما تشتغل وما تطلع هذا الفلويد؟ ممكن يصير pulmonary edema. وآخر شيء the increased osmosis of fluid into the pulmonary capillaries caused by decreased protein in the interstitial fluid when lymph flow increases. يعني إن شاء الله الأخير اللي لازم نتغلب عليها هي الأوزموسيس مالت الفلويد، يعني إنه الفلويد راح تدخل بالكابيلريز لأنه عندنا كمية قليلة من البروتين بالinterstitial fluid لأنه عندنا lymph flow اللي راح يسوي هذا الشيء. فإذا راح الأوزموسيس مالت الفلويد بالpulmonary capillaries ممكن يسبب لنا pulmonary edema. أوكي وصلنا لنهاية المحاضرة، شكرا لكم.